أهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من تحت الضوء. لماذا لا تزال حكومة عبد المهدي منقوصة رغم مرور عدة شهور على تكليف رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي بتشكيل حكومته؟ لأن هذه الحكومة لا تزال منقوصة في ظل وجود 4 وزارات شاغرة هي الداخلية والدفاع والعدل والتربية بسبب اختلاف الكتل السياسية على تقسيم الوزارات والمناصب فيما بينها. ما هي مآلات هذا الفشل؟ وما دلالاته وما تداعياته؟ ولماذا لم تقدم الحكومة للعراقيين شيئا بينما يصفها سياسيون مثل سابقتها بحكومة التكنوقراط؟ كيف سيكون الموقف الشعبي في العراق من استمرار بقاء الحكومة منقوصة؟ وهل تملك هذه الحكومة شرعية وهي على هذه الحال؟ كيف يا ترى سيكون التعامل الإقليمي معها والمحيط العربي؟ كيف ينظر إليها وهي لا تزال غير مكتملة وفاشلة من وجهة نظر محللين ومراقبين؟ وكيف لها أن تتخذ مواقف ضد محيطها الإقليمي والعربي أو معه وهي منقوصة؟ إذن مشاهدين الكرام، نسلط الضوء في هذه الحلقة على الأسباب التي لا تزال فيها حكومة عبد المهدي منقوصة. وأرحب بضيفي في الاستوديو الأستاذ حسين السبعاوي الكاتب والباحث السياسي العراقي. السلام حياكم الله. وكذلك أرحب بضيوفي الكرام عبر الهاتف من لندن الدكتور مازن الرمضاني أستاذ العلوم السياسية. وأرحب أيضا بضيفي عبر سكايب من باريس الأستاذ أمير المفرجي السياسي العراقي. إذن مشاهدينا الكرام، نستمع لهذا التقرير ثم نبدأ الحوار، كونوا معنا. رغم من مرور عدة أشهر على تكليف رئيس الوزراء الحالي عادل عبد المهدي بتشكيل حكومته، إلا أن هذه التشكيلة الوزارية لم تكتمل بعد في ظل وجود 4 وزارات شاغرة هي الداخلية والدفاع والعدل والتربية بسبب اختلاف الكتل السياسية على تقسيم الوزارات والمناصب فيما بينها. أزمة إكمال التشكيلة الحكومية في العراق تؤكد مدى الفوضى السياسية بانعكاساتها الدولية على الوضع في العراق، وعجز القوى المشكلة للحكومة عن المجيء بأربعة أسماء يمكن أن تتوافق عليها جميع القوى السياسية. مسؤول حكومي تحدث عن صراعات سياسية ستشتد خلال الشهرين المقبلين على المناصب العليا والدرجات الخاصة التي ينبغي أن تحسم قبل نهاية شهر حزيران المقبل، مضيفا أن شخصيات مهمة ومتنفذة متورطة بملفات فساد حكومي كبيرة. في الوقت ذاته فإن الملفات الخارجية أمام حكومة عبد المهدي لا تقل خطورة عن الداخل، وعلى رأسها انتشار القوات الأمريكية في العراق ودفع شركاء العملية السياسية لإخراجها في سياق التنافس بين طهران وواشنطن. وما يؤكد ذلك ما ذكره النائب محمد كريم أن على العراق ألا يسمح باستخدام أراضيه ضد الدول المجاورة، رافضا تدخلات السفارة الأمريكية في العراق وتصريحاتها الأخيرة عن ثروة خامنئي. حكومة عبد المهدي لم تحرز حتى الآن أي تقدم في سياستها الداخلية أو الخارجية، فضلا عن عدم قدرتها على إكمال نصابها، ما يهدد باستقالتها أو إقالتها، لا سيما أن الأحداث المتسارعة في المنطقة تحمل الكثير من الأزمات التي لا تقوى هذه الحكومة على خوض غمارها وسط انتشار الفساد الحكومي الذي باتت تضرب جذوره كل مؤسسات الدولة العراقية. إذن رغم مرور عدة شهور على تكليف رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بتشكيل حكومته، لأن هذه التشكيلة الوزارية لم تكتمل بعد، ما دلالات ذلك أستاذ حسين؟ يعني دلالات ذلك أنه غياب المشروع الوطني لدى الكتل السياسية هو واحد من أهم الأسباب لعدم اكتمال هذه الكابينة الحكومية. تقديم المصلحة الشخصية والمصلحة الحزبية والمصلحة الفئوية هو كان الحائل الرئيسي دون اكتمال هذه الكابينة الحكومية. سابقا كانت الخلافات مثلا حسب ما يعلن عنها وما يعرف بين المكونات سني شيعي كردي، الآن الخلاف كردي كردي شيعي شيعي سني سني، انتقل بعدين إلى حزبي حزبي داخل الحزب الواحد وداخل الكتلة الواحدة. هذا كله غياب المشروع الوطني، وهذه أهم نقطة. نعم هناك نقاط أخرى مهمة، هناك غياب المعارضة البرلمانية لدى الحكومة العراقية، ماكو نظام برلماني بالعالم ما عنده حكومة ما عنده معارضة، لابد أن هناك كتلة اسمها حكومة موالاة وهناك كتلة معارضة. غياب كتلة المعارضة من سيحاسب الحكومة ومن يقيلها ومن كذا؟ فهذه أيضا واحدة من الأسباب. الأخرى الدولة العميقة بزعامة حزب الدعوة التي استولت على منصب رئاسة الوزراء لمدة 15 عام، أعتقد واحدة من أهم الأسباب أيضا في إعاقة سيد عادل عبد المهدي لتشكيل الحكومة،
وباعتبار أنه السيد عبد المهدي ليس من حزب الدعوة، قد سحب البساط من تحت حزب الدعوة وتعمل الآن على إعاقتها، هذا أيضا واحدة من الأسباب. فأعتقد أس المشكلة هو غياب المشروع الوطني لدى الكتل السياسية، كتل وأحزاب، وهذا هو السبب الرئيسي. نعم. أرحب بالدكتور مازن رمضاني أستاذ العلوم السياسية، انضم معي عبر الهاتف من لندن. دكتور مازن مرحبا بك. دكتور مازن، يعني تقديم المصلحة الشخصية، غياب المشروع الوطني، غياب المعارضة البرلمانية، يعني لا توجد هناك معارضة برلمانية، إضافة إلى الدولة العميقة لدى بزعامة حزب الدعوة في العراق، كلها تعتبر مجمل الأسباب أو أبرز الأسباب لعدم تشكيل أو إكمال تشكيل حكومة عبد المهدي. من وجهة نظركم، يعني ما هو السبب الرئيس في إبقاء حكومة عبد المهدي منقوصة طوال عدة شهور حتى اللحظة؟ نعم، شكرا جزيلا أولا على الاستضافة، أرحب فيك والضيوف الكرام والمستمعين إلى محطة. أكيد عزيزي، أولا علميا من الصعب أن نفسر ظاهرة ما من خلال إرجاعها إلى متغير واحد أو إلى سبب واحد. الظواهر محصلة لتفاعل مجموعة متغيرات أو عوامل متعددة ومتنوعة، كلها تصب فيما يمكن أن نسميه بالفاعلية الداخلية. النظام السياسي لأي دولة وفي أي مكان في عالمي الشمال والجنوب، هذا النظام السياسي لا يمكن أن يكون فاعلا إلا إذا كانت الفاعلية الداخلية سمت هذا النظام، أي بعبارة أخرى إذا كان الواقع الداخلي لأي دولة هشا فالنظام السياسي بالضرورة يكون هشا هو إلى آخره، والعكس صحيح، النظام الواقع الداخلي عندما يكون قويا النظام السياسي يكون قويا بالضرورة. النظام السياسي العراقي منذ الاحتلال في 2003 إلى الآن هو نظام هش ضعيف غير قادر على الحركة لا داخليا ولا خارجيا. الأسباب جلها داخلية مدعومة بأسباب إقليمية ودولية، وبالتالي قول السيد الضيف في تعداده للأسباب هو قول صحيح. هذه من الأسباب التي أضت إلى الـ 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 ضعف النظام السياسي العراقي. بالتأكيد غياب المشروع الوطني في مقدمة هذه الأسباب. النظام السياسي الذي يفتقر إلى المشروع الوطني يصبح دائما بين هذا وذاك، والنظام السياسي العراقي منذ 2003 إلى اليوم هو تائه بين هذا وذاك. النظام السياسي في العراق يفتقر إلى الرؤية الاستراتيجية، ويفتقر كذلك إلى الإرادة لترجمة هذه الرؤية الاستراتيجية إلى واقع ملموس. وجراء فقدان الرؤية والإرادة الواقع العراقي يمكن تفسيره على وفق مخرجات غياب الإرادة وغياب الرؤية. إذا نعم، شكرا لك. أرحب أيضا بالأستاذ الدكتور أمير المفرجي السياسي العراقي، انضم معنا عبر سكايب من باريس. مرحبا بك أستاذ أمير. كل الهلا ورمضان كريم عليكم وعلى العراقيين جميعا. كل عام وأنتم بخير. أستاذ أمير المفرجي، يعني تحدث الدكتور مازن رمضاني عن هشاشة النظام السياسي في العراق وعن ضعفه، وكذلك غياب المشروع الوطني التي أيضا في هذه النقطة اتفق معه الأستاذ حسين السبعاوي، وأيضا تحدث الأستاذ الدكتور مازن رمضاني عن فقدان الرؤية والإرادة لدى الحكومة. مجمل هذه الأسباب ربما تكون العمود الفقري، أو مثلا لتكون أسباب رئيسة لجعل حكومة عبد المهدي منقوصة حتى الآن، وهذه المشاكل الداخلية التي تعاني منها. من وجهة نظركم، يعني ما هي الأسباب، إلى أي مدى تتفقون مع ما طرح؟
لا شك ان ما طرح من خلال مقدمة البرنامج عن هذا الموضوع وما تم اضافته من قبل الضيفين الكريمين هو قراءة وطنية لكل عراقي يعني يرى بلاده في هذا الوضع المأساوي. لا شك ان الوضع السياسي في العراق هو وضع يعني جديد لم نشهده سابقا، وهو وضع يعني أقيم يعني عنوة لأن النظام السياسي العراقي قد جاء من خلال عملية فاشلة، عملية يعني أريد منها تكوين دويلة باسم العراق من أحزاب طائفية سنية كانت أم شيعية يعني بغض النظر. فلهذا النتائج نراها بوضوح الآن، لأن ما يحدث في العراق هو نتيجة لهذا التخبط في العملية السياسية ولهذا الصراع الداخلي داخل هذه العملية السياسية. ليس هناك توافق وطني لهذه الأحزاب، أحزاب لها أهداف خاصة، كل يبكي على ليلاه وكل جاء لسرقة ثروات العراق والوقوف يعني في الصدارة. إذا ما يحدث الآن، ما حدث من خلال وجود السيد عادل عبد المهدي هو ليس شيئا جديد. السيد عادل عبد المهدي هو تكملة للنظام السابق، ألا وهو يعني دويلة فاشلة لا تستطيع أن تعمل شيء، ولا تستطيع أن تعمل شيء حتى في الخارج لأنها في الداخل فاشلة. قرأنا قبل أيام بأن العراق سيكون المحور لدول المنطقة. أنا في نظري العراق قبل أن يكون محور للمنطقة يجب أن يصفي المشاكل في العراق بين العراقيين. لقد فرق العراقيين، كيف تريد منه أن يجمع دول المنطقة في محور يستطيع أن يكون في رأسه؟ إذن الدولة العراقية، الدولة العميقة التي جاء بها حزب الدعوة هي يعني أسباب هذه المشكلة وأسباب ما يحدث الآن. لاحظ الصراع الطائفي الموجود لحد الآن، حكومة لم تكتمل، حكومة لم تستطيع أن تعمل شيء للعراقيين منذ بدايتها لمدة 6 شهور. إذا الفشل سيكون حليفها، والسيد عادل عبد المهدي بانتظار المستقبل في القول بأنه قد فشل وسيذهب كما ذهب الآخرون. نعم، إذا اتفق ضيوفي الكرام على أن هنا ليس هناك توافق وطني، الأهداف خاصة وليست وطنية، الحكومة الحالية هي مكملة ربما وحلقة في سلسلة من حلقات تشبه الحكومات التي سبقتها. أستاذ حسين، يعني 4 وزارات شاغرة: الداخلية، الدفاع، العدل، التربية، بسبب اختلاف الكتل السياسية فيما بينها على تقسيم الوزارات والمناصب. لماذا هذه الوزارات تحديدا، الداخلية، الدفاع، العدل، التربية؟ يعني ناخذ الداخلية والدفاع، هذه الوزارتين مهمة جدا، وأولا كوزارات سيادية وبنفس الوقت ميزانيتها الكبيرة الانفجارية، ميزانية عالية جدا، ميزانية الدولة للدول الأفريقية وبعض الدول الصغيرة، ميزانية الدفاع في العراق وميزانية الداخلية العراقية تعادل ميزانية الدولة. هذه إضافة لوزارة سيادية، إضافة لثقلها، إضافة لدورها في الملف الداخلي في العراق وتأثيره الخارجي. فكل هذا، هذه مهمة جدا هذه الوزارات، وهذه السبب. سبب أعتقد وزارة العدل، وزارة التربية. وزارة التربية حدث مشكلة في بداية الوزيرة اللي تقدمت. وزارة العدل لأنه الوزارة تقسيم طائفي وعرقي، فوزارة الدفاع كما معلوم سنة، ووزارة الداخلية شيعة، وزارة العدل ستكون كردية. عندما تقدم بعض الكرد على للبرلمان صار خلاف كردي كردي على الشخصية نفسها. احنا ذكرت لك سابقا انه الخلاف الان ليس فقط خلاف مكونات، بل الخلاف اخذ مجالا افقيا. كلما اتسع الخلاف الافقي كلما يعيق سواء نتاج الوزارة ام تشكيل الوزارة. يعني تشكيل الوزارة بالتأكيد بداية، ثم نتاج هذه الوزارة حتى لو تشكلت الوزارة سيعيق نتاجه، لأن هذه الكتلة، هذا الشخص الوزير الذي جاء ما جاء مجانا. لا يوجد شيء اسمه تكنوقراط في العراق، لا يوجد شيء اسمه مستقل. هذه كذبة على الشعب العراقي، كلمة المستقل كذبة، ويراد لها يعني خداع الشعب العراقي. لا يوجد شخص على مستوى وزير أو أي مسؤول آخر مجاني، لابد أن يدفع، لابد أن يكون جزء، لابد أكو جهة أخرى قدمته ويسنده وتسنده، عمل التكامل. لابد أن هناك فساد وهم يعلمون ذلك، فبالتالي كل هذا هو عائق، إضافة للعامل الخارجي الذي يحسم الوزارات السيادية، لأنه الوزارات السيادية أصبح الخلاف الإيراني الأمريكي على الساحة العراقية
له تأثير في حسم الوزارتين الداخلية والدفاع. دكتور مازن الرمضاني، لعل طبعا مسؤول حكومي تحدث عن صراعات سياسية ستشهد أو سيشهدها الشهران المقبلان بين الكتل السياسية على المناصب العليا والدرجات الخاصة التي ينبغي أن تحسم خلال شهر حزيران أو نهاية شهر حزيران. يعني مآلات هذه الصراعات، يعني السياسيون أو الكتل السياسية هل تتصارع من أجل العراق؟ يعني الكل حريص على بناء العراق. لا يا عزيزي، النظام السياسي العراقي لم يتأسس من أجل خدمة العراق أو الارتقاء الحضاري بالعراق، وإنما النظام السياسي العراقي تأسس بعد 2003 من أجل غايات خاصة مدعوة وممتدة إلى دول الجوار. النظام السياسي يخدم الأحزاب التي يتشكل منها ويخدم دولة جارة للعراق طامعة بالعراق منذ الأزل، وبالتالي لا جدوى من هذا النظام السياسي. زميلك في الاستوديو تفضل، يعني قال كلاما جيدا عن هذه الوزارات الأربعة، ولكن أهمية هذه الوزارات هي أهمية خاصة يا أخي العزيز، بالإضافة إلى تأثير وزارة الداخلية والدفاع في القرار الأمني والقرار العسكري. وزارة التربية من أخطر الوزارات، لأنها الوزارة التي يراد بها تنشئة جيل عراقي جديد لا يحمل مشروعا وطنيا وإنما يحمل مشروعا طائفيا. أما وزارة العدل فمن اسمها تنبع أهمية، وبالتالي عزيزي يعني القول عن حل الأزمة التي تسمى بأزمة تشكيل الكابينة الوزارية هي جزء من أزمة عامة ممتدة. دكتور مازن، يعني معظم يعني المتبحرون والمتفلسفون في يعني قضايا بناء الدولة يتحدثون عن أن هناك ثلاثة عناصر ضرورية ومهمة: الأمن، القضاء، التعليم. ونلاحظ أن هذه الوزارات وهذه العناصر الثلاثة متنازع عليها في العراق ومتصارع عليها من قبل الكتل. ماذا يعني ذلك؟ يعني إن الكتل التي تصارع فيما بينها تعمل من أجل مشروع خاص بها وهو المشروع الطائفي. أنا لا أتفق مع القول الذي يقول إن الطائفية تآكلت في العراق. لا يا سيدي الفاضل، الطائفية هي أساس وجود هذا النظام وشرعيته في الوقت ذاته. بدون طائفية سوف يتآكل هذا النظام. إذن الطائفية هي أساس وجود هذا النظام، وهم يعمدون إلى تغذية بقاء وديمومة الطائفية على أشدها. وبالتالي الأقوال إنهم يعني تخلصوا أو تخلوا عن النزعة الطائفية هو كلام فعلا يراد به يعني كلمة حق يراد بها باطل مثل ما دكتور مازن يقال. لو سمحت سأعود إليك مرة أخرى. أستاذ أمير المفرجي، هل زال المشروع الطائفي هو المتحكم في المشهد السياسي العراقي؟ بالطبع نعم، لأن عندما نعمل يعني تكوين سياسة لدولة ما نتكلم أولا عن الثقافة السياسية للأحزاب التي تكون هذه الدولة. وبما أن المشروع السياسي الذي عمل فيه في العراق منذ 2003 قد قام خصيصا على وجود أحزاب مذهبية يعني ولاءها أولا للمذهب وإلى التاريخ القديم الذي يعني يتباكى البعض عليه، وجعل الدولة والوطنية في الدولة خارج حدود السياسة. إذن من هذا المجال لا نستطيع أن نكون دولة مواطنة أو دولة مؤسسات إذا كانت هذه الأحزاب لا تتمتع بثقافة سياسية وطنية. كيف تريد من هذه الأحزاب التي يعني نشأت وترعرعت على الطائفة وعلى الانعزال الذاتي في أن تكون قدوة للشعب العراقي، تجمع العراقيين في خيمة واحدة، تجمع الكردي، السني، الشيعي، اليزيدي، الصابئي،
كيف تريد أن تكون؟ هم يقولون بأننا قد نذهب إلى دولة وطنية، قد نستعين ببعض الأحزاب المسمات شيوعية مدنية قد تساعدنا، ولكن المشكلة هي ليست هنا، المشكلة هي في لبة الدولة. الدولة الوطنية لا تنشأ من خلال أحزاب لها ثقافة دينية فئوية، يعني لا تعترف بالعراق كدولة مواطنة تشمل الجميع بغض النظر عن المذهب، بغض النظر عن العرق، بغض النظر عن يعني الميول الجانبية. المفروض أن نكون أولا للعراق، ومن بعدها في البيت الخاص بنا نستطيع أن نكون شيعة أو سنة، ولكن في الساحة السياسية نحن عراقيون أولا وأخيرا. واضح. أستاذ حسين، بالعودة إليك، نائب محمد كريم صرح أن العراق لا يسمح باستخدام أراضيه ضد الدول المجاورة في تلميح إلى إيران، رافضا تدخلات السفارة الأمريكية في موضوع يعني تصريحاتها الأخيرة بشأن ثروة خامنئي. الملفات الخارجية إلى أي مدى ترى أنها تشكل ربما عبئا أيضا على حكومة عبد المهدي؟ الملفات الخارجية تؤثر تأثيرا مباشرا على حكومة السيد عادل عبد المهدي وقبل السيد عادل عبد المهدي. العامل الخارجي موجود، ولكن السيد النائب محمد كريم لا يستطيع أن يتخذ مثل هذا القرار. هو يدرك حقا أنه وجود القوات الأمريكية في العراق منذ 2003 هو غير شرعي، نعم غير قانون مجلس الأمن، ليس بقرار مجلس الأمن، ولكن سكت هو وأمثاله وأيد وجود هذه القوات، وهذه القوات هي لا تسير وفق مصالح شخص محمد كريم أو آخر، هي أتت وفق مصالحها استراتيجية، مصلحة الولايات المتحدة. هي من جاءت 2003 هي مرحبا بها، و2019 هي غير مرحب بها، وكأنما جاءت بقرار من المجلس النواب العراقي. هي لم تأتي هكذا، هي جاءت لمصلحتها الشخصية، لمصلحة أمريكا، وستبقى وستخرج من مصلحة أمريكا الشخصية. ومن يريد ومن يقول أن هذه القوات هي غير مرحبية عليه أن يقاومها، وليذهب فعلا أن يقاومها، ليس أنه لا أن يصرح فقط في البرلمان ويترك الشعب العراقي يحترق أمام هذه القوات. عليه هو أن يذهب أن يقاوم مثل هذه القوات، لا أن يزايد على الآخرين على العراقيين بها. لهذا السبب نقول أن هذه القوات عندما جاءت من رحب بها في 2003 عليه أن يسكت في 2019. نعم. دكتور مازن الرمضاني، في هذا الموضوع تحديدا يعني النواب، بعض النواب يتحدثون عن أن العراق لابد أن لا يسمح للقوات أو باستخدام أراضيه ضد القوات الأمريكية باستخدام أراضي العراق ضد الدول المجاورة. من وجهة نظرك يعني هل تصاعد هذه اللهجة الآن في هذا التوقيت يعني ينبغي أن يكون من حكومة غير مكتملة؟ عزيزي، يعني من حيث المبدأ ومن حيث الرؤية الاستراتيجية الكلام صحيح من حيث العموم، يعني أن لا تكون أي دولة منطلق لمهاجمة الدول الأخرى، هذا كلام سليم ويتماهى مع قواعد القانون الدولي. ولكن عندما يعني يراد بهذا الكلام تبرير أجندات مخفية فهو يصبح غير موضوعي وغير علمي. هم يتكلمون عن القوات الأمريكية ولكن يتناسون في الوقت ذاته الوجود الإيراني في العراق الظاهر وغير الظاهر. فإذا أريد يعني أن يكون العراق مستقلا وحرا وسيدا فينبغي أن تخرج كافة القوات الغير عراقية من العراق، وبضمنها القوات الإيرانية والقوات التركية وكذلك القوات الأمريكية. ولكن مصالح الدول تقتضي في بعض الأحيان الاستعانة بقوات دولة مؤثرة عالميا. يعني خذ على سبيل المثال، أذكرك على سبيل المثال بتجربة اليابان وتجربة ألمانيا. يعني لا يستطيع أحد أن ينكر إن ألمانيا دولة ذات سيادة ومستقلة، وكذلك شيء ذاته بالنسبة إلى اليابان دولة. يعني دكتور مازن، يعني من وجهة نظرك يعني كيف سيكون التعامل الإقليمي مع حكومة عبد المهدي، يعني المحيط العربي المحيط الإقليمي وهي حكومة منقوصة غير مكتملة أقصد؟ عزيزي، هنالك قاعدة في العلوم السياسية
أذكرها لك ببساطة، كيف أرى أتصرف، كيف أرى، كيف أدرك أتصرف. في ضوء هذه القاعدة البسيطة، القوى الإقليمية والدولية سوف تتعامل مع العراق في ضوء نوعية رؤية هذه القوى الإقليمية والدولية العالمية لفاعلية الدولة العراقية متجسدة في فاعلية نظامها السياسي. هذه القوى تنظر للعراق دولة ضعيفة، وبالتالي التعامل يكون مع دولة ضعيفة، والتعامل مع دولة ضعيفة هو غير التعامل مع دولة قوية ومؤثرة. إذن سوف يتعاملون معنا، مع العراق، من منطلق أن هذه الدولة دولة لا تستطيع أن تؤثر أو لا تستطيع أن تضع كوابح أمام السياسات الخارجية التي تنطلق منها هذه الدول حيال العراق، بمعنى إنهم يسعون إلى تحقيق مصالح مشهودة من قبلهم دون مساعدة العراق على تحقيق المصالح المنشودة من قبلهم. التعامل بين الدول هو تعامل قوة ضعف، وليس الدول ليست جمعيات خيرية تقدم يعني أفعال إنسانية دون مقابل. يجب أن يعني عندما نتعامل مع السياسة الدولية يجب أن ندرك القوانين الأساسية المؤثرة في التعامل بين الدول. نحن في عالم صغير نتأثر ونؤثر، ولكن درجة تأثيرنا يتوقف على مدى قدرتنا على التأثير الداخلي. يعني قوتنا الداخلية تنعكس على سياستنا الخارجية. للعلاقة الفردية الموجبة بين السياسة الداخلية والسياسة الخارجية، كلما كانت السياسة الداخلية قوية كانت السياسة الخارجية قوية، والعكس كذلك صحيح. إذن تعامل الدول الإقليمية وسواها مع العراق ينطلق من رؤيتها للعراق كدولة ضعيفة. واضح. أستاذ أمير المفرجي، بالعودة إليكم، حكومة عبد المهدي لم تحرز حتى الآن أي تقدم في سياستها الداخلية أو الخارجية، وكما وصفها الدكتور مازن رمضاني أن ليس لها فاعلية وأن فاعلية النظام السياسي ضعيف. التعامل مع يعني التعامل الإقليمي والمحيط العربي مع حكومة عبد المهدي تعامل مع دولة ضعيفة. يعني حكومة عبد المهدي لم تحرز هذا التقدم لا في السياسة الخارجية ولا في الداخلية، هل هذا سيؤدي من وجهة نظرك إلى إقالتها، إلى استقالتها؟ يعني ما مآلات ضعف حكومة عبد المهدي؟ قبل ما أجيب على سؤالك الكريم، بس أحب أرجع إلى نقطة مهمة، وهي أنه يجب أن لا ننسى في العراق هناك مشروع مذهبي جاءت به إيران للعراق. هناك المشروع المذهبي الإيراني، والذي هو بغطاء قومي إيراني، كان في يعني من خلال طمس الهوية العربية، ومن خلال المشروع المذهبي الذي جاء به الخميني في منطقة الشرق الأوسط، والذي يشمل العراق والآن نلاحظ في سوريا وفي لبنان وفي اليمن. هناك مشروع مذهبي إيراني هو بالحقيقة قومي، يعني يرجع إلى تاريخ الإمبراطورية الإيرانية، ولكن الخميني ألبسه العباءة الدينية. بالنسبة إلى سؤالك إلى السيد يعني حكومة السيد عادل عبد المهدي، لا شك أن حكومة السيد عادل عبد المهدي قد جاءت لي يعني حل مشاكل أنا في نظري ليس لها علاقة بالوضع الداخلي العراقي. وجود السيد عادل عبد المهدي في هذه الفترة العصيبة من الصراع الأمريكي الإيراني في المنطقة هو يعني له صلة كبيرة. صحيح أن هناك علاقة بالوضع الداخلي، أنه رئيس مجلس وزراء له يعني بعض المهمات الصعبة في العراق، ولكن ما نلاحظه الآن في الداخل العراقي من يعني تباعد وعدم صلة بين الحكومة العراقية وبين الأحزاب وبين السيد عادل عبد المهدي. السيد عادل عبد المهدي لحد الآن لم يستطع أن يعمل شيء في سبيل يعني لم العراقيين وسماع صوته ككلمة موحدة. ما يلاحظ في العراق الآن هو صراع أحزاب
يعني داخلية على مناصب الدولة. ما يحدث الآن هو صراع بين السيد العامري والسيد مقتدى صدر لتنصيب الوزارتين المهمتين في العراق، ألا وهي الداخلية والخارجية. السيد عادل عبد المهدي هو يلاحظ ولكن ليس له الكلام الأخير، هو يريد أن يعني أن يخرج بنجاح. بالنسبة إلى ما يحمله السيد عادل عبد المهدي، أنا يعني في نظري مشكلة السيد عادل عبد المهدي وما يقال بين حين وآخر عن أن العراق قد يصبح محور في الشرق الأوسط وأن يكون، وكما قال هو في باريس عندما جاء إلى باريس عندما قال بالحرف الواحد أن العراق يجب أن يكون مركز سلام للمنطقة، أنا أقول له بالحرف الواحد وجب عليك أن تعمل العراق كمركز سلام بين العراقيين قبل أن تكون محور في الشرق الأوسط، لأن محور العراق الداخلي هو الذي سيدفعك في أن تكون محور سلام إقليمي ودولي. ما يحدث في العراق هو انقسام طائفي يعني خطير بين العراقيين نتيجة لهذا المشروع المذهبي الذي جاهد بإيران. أيضا نتساءل عن الموقف الشعبي من الحكومة، حكومة لم تقدم شيئا، حالها حال باقي الحكومات السابقة، لم تقدم شيئا للعراقيين سوى الصراعات الداخلية على مناصب الدولة فيما بينها، ولكن نتطرق إلى هذا الموضوع بعد فاصل قصير، كونوا معنا مشاهدينا الكرام. يرجى من مشاهدي قناة رافدين الفضائية استقبال بث القناة على مدار القمر سهيل سات وفق التردد الجديد 10730 أفقي، إضافة إلى التردد الحالي على القمر نايل سات 12380 أفقي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وهذه الحلقة نسلط الضوء فيها على الأسباب التي لا تزال فيها حكومة عبد المهدي منقوصة وانعكاساتها على المشهد العراقي وعلى الواقع العراقي وعلى التعاطي معها إقليميا وعربيا. إذا بالعودة إليك أستاذ حسين، الموقف الشعبي من حكومة تبقى منقوصة أكثر من 6 شهور لم تقدم شيئا للعراقيين سوى صراعات على المناصب، يعني كيف سيكون الموقف الشعبي من هذه الحكومة؟ يعني شوف حقيقة الموقف الداخلي، موقف الشعب العراقي ما عاد يهتم كثيرا في اكتمال الكابينة أم عدم اكتمالها. السبب لماذا؟ لعدم الثقة. غياب الثقة جعلوا عدم الاهتمام باكتمال الكابينة. لو كان هناك ثقة لكان اهتم باكتمال الكابينة الوزارية، بدليل أنه الشعب العراقي لم يخرج سوى يعني لو حتى نبالغ بهذا 25%، لم يخرج 25% في الانتخابات التي تشكلت من خلالها الحكومة. هذا 25% مؤسسات سيادية قالت نسبة كبيرة فيها من التزوير، بمعنى قد بقي من الشعب العراقي الذي شارك في هذه الحكومة. لهذا السبب ما عاد يهتم كثيرا. أما الخدمات العامة يدرك أنها غير متوفرة، الفساد يدرك به أنه إذا كنا نتكلم سابقا عن الفساد العمودي في العراق أنه الفساد على مستوى أعلى السلطة وأعلى الهرم، الآن نزلت هذه العدوى إلى الأوساط الفرعية داخل مؤسسات الدولة وأصبح الفساد منتشر أفقيا في العراق. فما عاد يهتم كثيرا، أنا من وجهة نظري هذه أقول أنه ما عاد يهتم كثيرا، لأنه يدرك أنه من سيأتي ويستطيع أن يقدم خدمات؟ أبو المحافظات المنكوبة، من سيأتي ويستطيع أن يبني هذه المدن؟ من يستطيع أن يأتي ويبني قوات مهنية تعتمد مبدأ المواطنة في إدارة الدولة بالنسبة لوزارة الدفاع؟ من هل يأمن أحدهم بأنه سيأتي وزير داخلية يعتمد على أيضا الكفاءة الوطنية وعلى التدريب وعلى المهنية؟ كل هذا المواطن العراقي ما عاد يهتم كثيرا، أنا من وجهة نظري هذه، الآخرين قد يجوز يختلفون معي. لهذا السبب أعتقد أنه وأول نقطة من عدم اهتمام العراقيين هو عدم ذهابهم إلى الانتخابات التي لم يشارك فيها
ثلاثة أرباع الشعب العراقي والربع الذي شارك فيه نسبة التزوير فيه أكثر من النصف. نعم دكتور مازن رمضاني، الشعب العراقي يعاني من حكومات فاسدة وهو الآن أصبح أمام أمر واقع، يعني الكثير من المحللين يقولون أن نسبة كبيرة من الشعب يعني محبطة، يعني هناك نسبة كبيرة متضررون من العمليات العسكرية، نسبة كبيرة نازحون متضررون من السيول، يعني هناك فواجع ضربت العراقيين بحيث أصبح العراقي الآن أمام أمر واقع وهو حكومة فاسدة ولا حول ولا قوة إلا بالله. من وجهة نظرك يعني إن اختلفت أو اتفقت الحكومات في العراق، يعني ما الذي ستقدمه للعراقيين وما هي ردود الفعل المستقبلية للشعب العراقي تجاه ما يجري لبلدهم؟ نعم أخي المحترم، سؤالك ينطوي على بعد مستقبلي وهذا يدخل ضمن اختصاصي. يعني زميلك بالاستوديو قال كلاما صحيحا، عدم الثقة أو الفجوة بين الجماهير وبين الحكومة هي فجوة تزداد اتساعا، ولكن هذا الكلام الصحيح يعبر عن مشهد واحد من بين ثلاثة مشاهد. يعني المشهد الذي تفضل به الأخ ضيفك في الاستوديو هو المشهد التشاؤمي وأنا أتفق معه، ولكن أيضا أنا أذكر المشاهد الأخرى حتى نبقى ضمن الإطار العلمي. المشهد الآخر هو المشهد المتفائل. ماذا يعني هذا المشهد المتفائل؟ منذ عام 2003 إلى اليوم والتغذية الطائفية مستمرة، الأمر الذي أفضى إلى جهات جماهيرية واسعة ترى أن النظام الراهن هو النظام الذي يخدم مصالحها، وبالتالي هي تعمد إلى دعم النظام القائم. لكن على الرغم من هذا التغذية الطائفية المستمرة إلى أن مجموعة من الشرائح الأخرى التي تنتمي إلى هذه الطائفة أو إلى تلك الطائفة بدأت بالانتفاضة البسيطة، يعني نتذكر ما جرى في البصرة ونتذكر فيما جرى في مناطقنا الغربية أيضا، حتى لا يعني نقول إن المقاومة الجماهيرية نبعت من محافظات محددة، هنالك مقاومة كينونية جماهيرية بالضد من الحكومة أو النظام السياسي القائم، ولكن هذه الجماهير الرافضة عديمة التأثير، عديمة القدرة على الفعل، الأمر الذي يجعل من تأثيرها محدودا. وهنا أنتقل إلى المشهد الثالث، المشهد الذي يجمع بين ديمومة الواقع الراهن وبين احتمالية تغيير الواقع الراهن. طبعا نحن لا نستطيع أن نعول على التغيير الفوري، فالتغيير الفوري لا يمكن أن يحدث لأن كل تغيير يحتاج إلى زمان كي يتجسد بصورة عملية. إذن موقف الرأي العام أو موقف الجماهير العراقية من الواقع الحكومي يكمن في ثلاثة مشاهد. المشهد الأول هو الاستمرارية، استمرارية الدعم للنظام السياسي. اثنين، الرفض المتنامي للنظام السياسي. الثالث هو الذي يجمع بين واقع الاستمرارية والتغيير. وفي كل الأحوال يجب أن لا نغرق في التشاؤم، يجب أيضا أن لا نغرق بالتفاؤل. الواقع الراهن، الواقع العراقي الراهن يجمع بين خصائص التفاؤل وخصائص التشاؤم، وعلينا أن ننتظر تأثير الزمان. الزمان متغير، يعني خاضع لإرادة الجماهير، بمعنى أن الجماهير هي التي تصنع الزمان، وبالتالي الجماهير هي التي تصنع المستقبل، وليس المستقبل هو الذي يصنع الجماهير.
إذن بالعودة إليك أستاذ أمير المفرجي، يعني كيف تقرأ الموقف الأمريكي من بقاء الواقع العراقي على ما هو عليه، وخصوصا ما يعني تحديدا حكومة عبد المهدي وبقائها منقوصة والواقع العراقي المزري وأنين العراقيين من سوء الخدمات ومن حالة الفقر والتردي الواضحة؟ في طبيعي يعني لقراءة هذا الموضوع يجب العودة قليلا ويعني رؤيته من خلال صورة واقعية وليس نظرية، يعني ليس نظرية كثقافة وكدراسة. يعني ما يحدث في العراق هو تحصيل حاصل، ما حصل في العراق يعني نستطيع نلخصه بجملة واحدة، هو يعني وجود دور خارجي على العملية السياسية في العراق. هذا الدور الخارجي هو الدور الإيراني الثقيل في العملية السياسية العراقية، وبوجود هذا الدور الإيراني إذا استمر ستستمر لا محالة العملية السياسية بهذا الوضع. ولكن هنا نتكلم عن الواقع، الواقع يقول بأن هناك تغيرات قادمة في المنطقة من خلال الصراع الأمريكي الإيراني الذي أصبح حقيقة واقعة وليس دراسة نظرية تقول بأن هذان القوتان لا تستطيع أن تعمل معا. الآن هناك واقع يقول بأن إيران قد تخرج غصبا ما يعني عنوة من العراق، لأن الولايات المتحدة قد صممت على إخراجها، وعندما تخرج إيران من العراق لن تكون العملية السياسية ولن يكون المناخ السياسي العراقي كما كان في السابق، لأن العراق سيرجع إلى حالته الطبيعية التي رأيناها نحن ورآها أجدادنا منذ وجود هذه الدولة العريقة في المنطقة. إذن الوجود الإيراني هو الذي يعني يحتم على السيد عادل عبد المهدي في أن ينتظر يعني ما يحصل بين السيد العامري والسيد الصدر في مشكلتا الحقيبتان الوزاريتان، لأن هناك ثقل إيراني يريد أن يكون موجود. إذن الثقل الإيراني عندما يذهب سيرجع العراق إلى عافيته إن شاء الله. نعم أستاذ حسين، إلى أي مدى تتفق مع ما قاله الأستاذ أمير المفرجي؟ يعني هل من الممكن أن يكون التصعيد الأمريكي الإيراني الآن ربما نقطة مهمة لخروج إيران من المشهد السياسي أو التأثير على المشهد السياسي العراقي؟ يعني أولا أنا أعتقد أنه من الصعب إيران تخرج من العراق من خلال تصريحات صحفية وضغط إعلامي فحسب. ممكن تخرج من سوريا، ممكن تخرج من اليمن، لكن من الصعب جدا في العراق لعدة أسباب. العراق دولة تعتبر مجاورة، نفوذها أسهل مما يكون نفوذها في سوريا، لها حاضنة كبيرة في العراق، العراق موارد أكثر من بقية الدول التي دخلت إليها، يعني دخلت إلى سوريا، سوريا تأخذ من إيران، بشار يأخذ من إيران، بينما عندما تدخل العراق تأخذ من العراق، فالعملية مختلفة. أتفق أنه الولايات المتحدة باعتبارها مصدرة للديمقراطية قد أوقفت هذا التصدير لجميع الدول وخاصة العربية، أو كمنشأ هي كمنشأ للديمقراطية أوقفت هذه البضاعة عن الدول العربية. هذه ملاحظة لازم نركز عليها. الولايات المتحدة تريد عودة المنطقة إلى عصر الخمسينات والستينيات وتؤيد الانقلابات العسكرية، وهذه الفترة كتب عنها يعني مايلز جوبلاند كتاب يعني وضح فيه كيف كانت الولايات المتحدة تدعم قضايا الانقلابات العسكرية أو نظم الانقلابات العسكرية، بغض النظر هذه الدولة تحتاج إلى انقلاب، هذه الدولة لا تحتاج، ولكن علينا أن ندرك أن الولايات المتحدة بل حتى أوروبا أوقفت تصدير الديمقراطية للعالم العربي، منهم يعني ماكرون فرنسا تصريح علني اليوم يدعم قوى انقلابية لا يدعم القوى المنتخبة في ليبيا وفي دول أخرى. لهذا السبب علينا نحن كباحثين أو كقوى أخرى سياسية أو كشعوب أو كمثقفين أن ندرك الموجة الدولية إلى أين ذهب. طيب بإدراك الموجة الدولية هذه، نعم. دكتور مازن رمضاني بالعودة إليكم، يعني تحدث الأستاذ أمير المفرجي عن أن إيران لو خرجت من العراق ستغير من معادلة اللعبة السياسية، أو ربما سيكون تأثيرها قويا ويعود العراق كما كان في السابق.
هل ممكن أن يؤدي التصعيد الإيراني أو التصعيد الأمريكي الإيراني الحالي إلى تغيير ما في العراق في المشهد السياسي فيه؟ عزيز، إيران دولة قومية تسعى إلى تحقيق مشروع قومي، هذه حقيقة يجب أن لا ننساها. هي مثل تركيا، هي مثل إسرائيل، نحن العرب، فقط نحن العرب الذين لا نملك مشروع قومي في الوقت الراهن. ولأن إيران صاحبة مشروع قومي ترى في العراق الحديقة الخلفية لها، ومن غير المتوقع بدرجة عالية أن تخرج إيران من العراق لأهمية العراق بالنسبة لإيران وأهمية إيران بالنسبة للعراق على شتى الصعد، الجيوستراتيجية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية إلى آخره إلى آخره. إذن من غير المحتمل أن تترك إيران هذه الحديقة الخلفية إلا بالقوة، إلا بالقوة، وإلا إذا وجدت أن وجودها في العراق يهدد ديمومة نظامها السياسي، عندها سوف تنسحب، ومعها أيضا ينسحب أولئك الداعمون لها. الصراع الأمريكي الإيراني مهم جدا حقيقة دون شك، لأنه قد ينطوي على مخرجات تفضي إلى الحد من النزعة القومية الإيرانية في منطقتنا العربية والوطن العربي في العموم، وهذا يتوقف على مدى جدية مخرجات الحصار أو المقاطعة الأمريكية لإيران. أنا لا أعتقد أن ثمة استخدام للقوة العسكرية سوف يحصل في المنطقة، لأن الطرفان، الطرف الإيراني والطرف الأمريكي، يتبنيان البراغماتية في السياسة الخارجية، والبراغماتية في السياسة الخارجية لا تسمح باستخدام القوة العسكرية، ولكن هذا لا يلغي استخدام الوسائل الأخرى غير العسكرية. فطالما دكتور مازن أن يحدث تغيير ما في العراق، يعني على مستوى المشهد السياسي العراقي بناء على هذا التطور الإقليمي، يمكن، نعم، أحد الاحتمالات يمكن أن يحصل هذا التغيير إذا ما دعمت الولايات المتحدة الأمريكية مثل هذا التغيير. أما دون الدعم الأمريكي لمثل هذا التغيير فلا تغيير يمكن أن يحصل في العراق. السبب هو الهيمنة الغير مباشرة والمباشرة الإيرانية على القرار العراقي. نعم، بالعودة إليك أستاذ حسين في دقيقة لو سمحت، يعني الفوضى السياسية في العراق ماذا قدمت العراقيين منذ العام 2003؟ حقيقة لم تقدم شيء إلا مزيد من التهجير ومزيد من المعتقلين ومزيد من الفقر وديون خارجية واستنزاف للموارد وعدم اعتماد مبدأ المواطنة في إدارة الدولة، والمواطن فقد الكثير ولمن الصعب جدا تعويضه الآن. إذن في ختام هذه الحلقة أشكر ضيوفي الكرام الأستاذ الدكتور مازن الرمضاني أستاذ العلوم السياسية، كان معي عبر الهاتف مي أن لندن، وكذلك شكرا لك شكرا جزيلا أستاذ حسين السبعاوي الكاتب والباحث السياسي ضيفي في الاستوديو، ونشكرك شكرا جزيلا أستاذ أمير المفرجي السياسي العراقي، كنت معنا من باريس عبر سكايب. شكرا لكم ضيوفي الكرام. في الختام مشاهدينا الكرام تقبلوا مني أطيب تحية وفي أمان الله.